ظروف اجتماعية قاهرة، معاناة وحرمان، بؤس وعراء، ألم وخوف، انعدام لأبسط شروط العيش الكريم. هنا داخل هذا المبنى وفوق هذه الأراضي القاحلة وعلى وقع الظلام الدامس، تعيش أم طاعنة في السن وبنتها المنفصلة عن زوجها حياة الجحيم دامت أكثر من 6 سنوات. أنا يا عشت ظروف صعيبة بزاف، وعشت معاناة ملي جيت هنا وأنا نسوفري. جيت عندي 6 7 سنين، 7 سنين نسوفري، السكنة زانق لي أكثر، الحيط مشي ملبس، الماء ما كانش، تريسيتي ما كانش، الخدمة ما كانش، وحنا يعني هنا نطايشو، ماما مريضة ريا وحدة، لازم لا خدمة لا والو، الجيدة لا تريسيتي لا ما مكان والو، كيجي الريح نخافو غير يهز علينا الزنق. المعاناة تزداد أكثر فأكثر كلما حل فصل الشتاء، خاصة في ظل انعدام الغاز والكهرباء. راي في معاناة، راي ما عند أبسط حاجة تريسيتي، ما عندها حتى حاجة تقدر تعيش بها، يعني ما تقدرش تحكي، الصورة كافية للتعبير. مسؤولين نطلب منهم خرجوني من البلاصة هذه، راني عندي لازم، عندي ريا وحدة، وعدت نقلق، وعدت ما تلاويش معايا وبنتي وليا مسكينة. هي صرخة أم وبنت، بغية بيت يحفظ شرفهما ويصون كرامتهما لما تبقى من عمرهما، فهل من أذان ساغية؟ أوضاع تعيش فيها أوضاع مزرية حقيقة. ومن منبر جمعية دروب الخير نرفع نداء للمحسنين والمحسنات بإعطاء يد المساعدة والإعانة لرفع ولو جزء يسير من الغبن عن هذه العائلة.